أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. أجلت معظم الاتحادات الدولية والقارية بطولاتها التي كانت مقررة أن تقام في صيف العام 2020 إلى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا. لنتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. فرض فيروس كورونا نفسه بقوة على تنظيم كافة الأحداث والتجمعات الرياضية ليطيح بها واحدا تلو الآخر، فمن تعليق بعض المنافسات المحلية كالدوريات في إيطاليا وأسبانيا وإنجلترا إلى إلغاء بعضها الآخر كالدوري الفرنسي والهولندي، والإفساح المجال أمام الاتحادات المحلية لإنهاء الدوريات المعلقة قبل شهر آب أغسطس المقبل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في 17 من آذار مارس الماضي ترحيل بطولة يورو 2020 لصيف العام المقبل. وكان من المقرر انطلاق البطولة التي تحمل البرتغال لقبها في 12 مدينة أوروبية بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها، على أن يحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في 12 من حزيران يونيو المقبل المباراة الافتتاحية قبل أن تختتم في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في 12 من تموز يوليو. وفي خطوة متوقعة قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم هو الآخر تأجيل بطولة كوبا أمريكا في نسختها 47 والتي كانت ستقام بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا في حزيران يونيو وتموز يوليو المقبلين إلى العام 2021. وكشف الكونينبول أن السبب الرئيس وراء التأجيل هو أن أغلب لاعبي المنتخبات المشاركة يلعبون في القارة الأوروبية التي تحولت إلى بؤرة ثانية للوباء بعد الصين، وكانت الفرق المشاركة قد قسمت إلى مجموعتين تخوض الأولى مبارياتها في الأرجنتين، فيما تلعب فرق المجموعة الثانية في كولومبيا. واستمرارا لمسلسل التأجيلات وبعد شد وجذب طويلين، قررت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان إرجاء دورة الألعاب الأولمبية والتي كانت مقررة في العاصمة اليابانية طوكيو للعام المقبل، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم. وأوضح الطرفان في بيان مشترك بأن قرار التأجيل جاء بعد دراسة المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية وأن الدورة ستقام بعد عام 2020 ولكن ليس بعد صيف العام 2021. نعم مشاهدينا الكرام، لمناقشة حلقة الليلة ينضم إلينا الآن من مصر الكاتب والصحفي الرياضي أحمد بهاء الدين. مساء الخير. مساء الخير كابتن أحمد. كابتن أحمد، نبدأ من حيث انتهى التقرير. اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تقرران في بيان مشترك تأجيل الأولمبيات لعام كامل في خطوة غير مسبوقة. في البداية صديق عبد الجبار، خليني أقول لك رمضان كريم ورمضان كريم على كل الأهل في سوريا والأهل في الوطن العربي بشكل عام. رمضان كريم على الجميع. الله أكبر. خلينا نبدأ من التأجيل بتاع الأولمبياد. في البداية طبعا، في بداية الأمر وقبل تفشي الجائحة أو الوباء اللي احنا بنواجهه حاليا في العالم، كانت التوجه الأول مع اللجنة الأولمبية ومع اليابان إنه ما يبقاش في تأجيل في البداية للأولمبياد، وإن الأولمبياد كانت تتلعب في ميعادها الطبيعي. ولكن التفشي والبؤرة اللي ظهرت في أوروبا وتحديدا كمان لأنه بؤرة المرض بدأت من الصين وتحولت لأمريكا، الدولتين دول هم أكبر باثتين بيشاركوا في الأولمبياد، فبالتالي ده كان هيسبب كارثة لو كانت كنا استمر على الجدول الحالي وكانت البطولة أو الألعاب الأولمبية أقيمت في ميعادها. كمان خليني أقول إنه البحثات نفسها ما كانتش هتوافق على حاجة زي كده لأنه بيبقى فيه مخاطر كبيره لان نتيجه الاختلاط، نتيجه انه مهما كانت التداعيات او احتياطات السلامه ما كانتش هتبقى على المستوى او على القدر الكافي اللي تخلينا نواجه وباء زي كده. فكان القرار الافضل بالطبع مع الوقت انه لازم تتاجل سنه حالها كحال كل البطولات العالميه والاحداث العالميه حاليا. نعم كابتن احمد، كان من المقرر ان يشارك حوالي 206 دول في الاولمبياد وفي 33 رياضة واللعبة رياضية، يعني كارثة حقيقية حلت بالرياضة العالمية. يمكن هو على كل المستويات وعلى كل الأصعدة احنا بنواجه كارثة. احنا تقريبا داخلين في أكثر من 3 شهور توقف تام لمعظم الأحداث الرياضية،
يمكن كرة القدم هي اللي فضلت مستمرة لبعض الوقت قدام في فيما يخص البلاد الأوروبية تحديدا، ولكن احنا كنا وصلنا لمرحلة كان لازم يبقى في توقف ولازم يبقى في عزل بالكامل لبعض الدول. احنا شفنا التفشي اللي حصل في إيطاليا وفي أسبانيا ومن بعده إنجلترا، من بعدها الولايات المتحدة الأمريكية. كنا وصلنا لنقطة كان لازم كل الأحداث وكل الرياضات تتوقف تماما لغاية حين القضاء على هذا الوباء. نعم، الآن انضم إلينا من تونس المعلق والمحلل الرياضي أسامة ديناري. أهلا ومرحبا بك أسامة على شاشة قناة اليوم. تحية لكل مشاهدينا عبر قناة اليوم كابتن. كابتن أسامة، نتحدث عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، ما هي الآثار المحتملة لهذا التأجيل لعام كامل؟ أكيد كابتن، التأجيل هذا بدون أدنى شك أنه سيكلف خسائر كبيرة للجنة، أكيد خاصة بعد أن توماس اعتبر توماس باخ أنه ستكلف اللجنة مصاريف كبيرة، خاصة بعد تأجيل واللي تحدد الموعد ب 23 يوليو 2021. إلى حد الآن ما زال الوضع، معناها وضع الكورونا ما زال عالمي مسيطر على خاصة على عدة لجان وعدة جامعات وعدة معناها ست معناها ست معناها ست تجد صعوبات كبيرة خاصة في هذا الفيروس. نعم كابتن أحمد، هل التأجيل جاء استجابة للوعود والتهديدات المتلاحقة من الدول؟ أستراليا قررت الانسحاب، كندا قررت الانسحاب فيما لو أقيمت البطولة، هل التهديد جاء استجابة لهذا التهديد أم لظروف صحية طارئة في العالم؟ هو التهديدات طبعا من الدول ان هي هيبقى في انسحاب بسبب الظروف الصحيه اللي احنا بنواجهها حاليا، ده جزء او ده عامل مهم، ولكن العامل الاهم هو التعليمات اللي صدرت من منظمه الصحه العالميه انه يجب انه يكون في تحكم في التجمعات الكبيره. طبعا التجمع زي تجمع الاولمبياد هو يعد اكبر تجمع لاكبر رياضيين واكبر دول في العالم، احنا كنا وصلنا ل 206 دوله هتشارك في الالعاب الاولمبيه 2020 في طوكيو. يعني هو طبعا العامل الرئيسي هنا هو التوجيهات اللي اصدرتها منظمه الصحه العالميه، طبعا مع التعديلات لبعض الدول، لانه احنا كنا بنواجه قالت انه قد يقل عدد تحت ال50 دوله ممكن تشارك. كابتن أحمد، لكن الأولمبياد ستقام أو مقررة أن تقام في الصيف، وأغلب البطولات ستعود للاستئناف في الصيف. اغلب البطولات هتعود للاستئناف في الصيف، ده كلام حتى الان لم يعد ليس رسميا، يمكن نعم، باستثناء البطولات الالمانيه والدوري الالماني. مفيش اي دوله او لجنه اولمبيه او اتحاد رياضي في العالم ادى تصريح رسمي انه في بطوله هتعود في الصيف، كلها مخططات وكلها معتمده على مدى انحسار المرض والسيطره على الفيروس. لكن للوقت الحالي الالمان هم الوحيدين اللي اصدروا ميعاد معين انه هيكون في عوده للدوري الالماني والدوريات الالمانيه بحلول الاسبوع القادم، باستثناء المانيا مفيش اي دوله ثانيه ادت رسمي، والكل معتمد على التقارير بتاعه منظمه الصحه العالميه. نعم كابتن أسامة، مهمة معقدة إذا تنتظر اللجنة المنظمة للأولمبياد في الموسم المقبل في كل المجالات. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع كابتن أسامة الديناري من تونس. كابتن أحمد، مهمة معقدة تنتظر القائمين على الأولمبياد في الموسم المقبل، كأعمار اللاعبين الذين كان يسمح لهم بالمشاركة في الموسم الحالي، كيف سيسمح لهم للمشاركة في الموسم القادم؟ هو التأجيل ليس أكثر من ترحيل للبطولة سنة كاملة، إنما هي نفس القواعد، نفس الأعمار السنية، نفس الاشتراطات ونفس الألعاب، كل شيء هيقام كأنه بيقام في صيف 2020. طبعا فيما يخص مسابقة كرة القدم، من المعروف أن الفرق بتشترك بأعمار تحت 23 سنة. الأعمار دي أو اللاعبين اللي هيشاركوا بناء على التوصيات دي أو الإرشادات اللي باينة من بداية التصفيات بتاعت كل القارات هم اللي هيشاركوا في البطولات السنة اللي جاية، باستثناء كرة القدم. بقية الرياضات ما بتعتمدش على سن معين، بيبقى أي حد من حقه إن هو يشارك طالما متأهل أو يقدر أو يملك السماح إن هو يشارك في الألعاب الأولمبية.
أيضا التأجيل سيكلف حوالي 2,700,000,000 دولار. الجزء الاقتصادي طبعا نعم هنا مؤثر ويعني كارثي على الكل. خلينا نقول برضو انه اللجان الاولمبيه او اللجنه الاولمبيه العالميه هي اللي هتتحمل ده بالتعاون طبعا مع اللجان الاولمبيه القاريه والمحليه لكل اتحاد ولكل دوله. طبعا اكيد هيكون في صوره ما يقدروا بيها يقللوا الخسائر دي لحد مسموح او لرقم تقدر تتحمله كل اللجان الاولمبيه المشاركه في حدث زي ده، ولكن هي على جميع الاصعده هي كارثه اقتصاديه بكل المقاييس مش على مستوى الاولمبياد فقط. كابتن أحمد، معضلة أخرى يواجه المنظمون أو يواجهها المنظمون في العام المقبل، القرية الأولمبية التي كانت مقررة أن تتحول إلى شقق بعد دورة الألعاب الأولمبية وتسلم لمالكيها، كيف سيكون العمل وكيف سيرضى المالكون؟ اعتقد انه دي حاجه من السهل الوصول ليها بين اللجنه الاولمبيه العالميه واللجنه الاولمبيه في اليابان ان هم يقدروا يوصلوا لاتفاق مع المالكين ومع يعني الناس اللي كان عندهم الاتفاق المسبق انه ده يتحول لشقق ويتحول لملكيات عامه بعد البطوله، واعتقد ان هم يقدروا يمددوا التعاقدات دي لسنه كمان. هو الموضوع زي ما وضحت لك هو الموضوع مش اكتر من ترحيل بالكامل للالعاب الاولمبيه لسنه مقبله. طبعا هي خسائر اقتصادية على الكل وده هيزيد طبعا من مغبة التأجيل وهيسبب مشاكل أكبر، ولكن يعني أعتقد إنه اليابان بحجم اليابان وبحجم دولة اقتصاد اليابان بيقدروا يواجهوا مشكلة زي كده يعني ما تسبب لهمش الأزمة. هي الأزمة الكبرى هتكون في إنه القرية الأولمبية أو المكان اللي بيضم كل البعثات دي أعتقد إنه مع التوصيات الجديدة ومع الاحترازيات اللي بتتاخد والإجراءات الاحترازية أعتقد إنه اليابان قد تضطر إنها يعني توجه بتوسيع القرية الأولمبية أو إضافة قرية أولمبية كمان جديدة عشان نقدر نستوعب كل الأعداد اللي هتشارك وبالإجراءات الاحترازية اللي هتوصي بيها منظمة الصحة العالمية. نعم كابتن أسامة، حبذا لو تلخص لنا الآثار والانعكاسات من تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى صيف العام المقبل. يبدو أننا نعاني من مشكلة في الاتصال مع ضيفنا من تونس، الكابتن أسامة. مرحبا كابتن. كابتن أسامة، أنا معك. ما هي الآثار والتداعيات السلبية من تأجيل الأولمبياد لعام كامل؟ يعني كان مقررا أن يقام في هذا الصيف، أجل إلى العام المقبل الصيف العام 2021. بدون أدنى شك كابتن أنه ستكلف خزينة ال نعم، يبدو فعلا أننا نعاني من مشكلة. أعود إليك كابتن أحمد، أيضا دورة أو كأس الأمم الأوروبية 2020 تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل. طبعا دي مشكلة وأزمة بتواجه الاتحاد الأوروبي مع القرارات والمشروع الجديد اللي كان أخده ميشيل بلاتيني قبل ما يمشي أو قبل ما يسيب رئاسة الاتحاد الأوروبي إنه البطولة كانت هتقام في 20 مدينة أوروبية على مدار القارة بالكامل. كنا هنلاقي مباريات افتتاحية بتتم في إيطاليا وفي الدنمارك في أسبانيا في دول كتيرة على مستوى أوروبا بالكامل، لغاية لما هنوصل للسيمي فاينال أو المباريات قبل النهائية والمباريات النهائية كانت هتقام في إنجلترا في ملعب ويمبلي. ده طبعا بيضرب الكرة الأوروبية في مقتل وهيسبب لهم مشاكل فيما يخص الجدولة بتاعة المباريات الدولية. احنا طبعا عندنا تصفيات كأس العالم اللي بتجرى حاليا، تصفيات كأس العالم 2022، ودي بتقام في الأوقات أو في الأسابيع الفيفا أو الفيفا دي على مدار شهر 9 و10 و11 وشهر 3 وشهر مارس. العام المقبل 2021 كان من المفترض إنه في مشاريع تانية زي مثلا انه يتم استكمال التصفيات المؤهله لكاس العالم، وده كله طبعا هيؤثر، التاجيل ده هيؤثر طبعا على حاجه زي كده لانه الاستعدادات بتاعه المدن نفسها هتتاثر، الاقتصاديات كمان هتؤدي يعني هتسبب مشاكل كبيره لكل الدول لانه في دول كانت معتمده انه الحدث ده هيلفت انظار الدول الثانيه لاماكن زي كده لان هي دول مش من العاده ان هي بتستضيف احداث قاريه كبيره بحجم كاس الامم الاوروبيه.
فكل ده طبعا مؤثر على الاقتصاديات بتاعت الكره الاوروبيه والاتحاد الاوروبي، بالذات مع المشاكل اللي هو بيواجهها بالفعل مع بعض الاتحادات، منها الاتحاد الانجليزي بسبب جدوله المسابقات نفسها في انجلترا. نعم كابتن أحمد، هل التأجيل جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي مارسها بعض الاتحادات النافذة في اليويفا كالاتحاد الإنجليزي كما ذكرت والاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى يتسنى لهم استكمال بطولاتهم المحلية؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، ده جزء مؤثر جدا، لأنه الدوريات بالكامل سواء الدوري الإنجليزي أو الإسباني، الدوريات دي يعني في حكم المستحيل إنه يتم إلغائها، أو إن إحنا نواجه تجربة مشابهة للدوري الفرنسي أو الدوري الهولندي إنه يتم إلغاء الموسم. في اتجاه واضح من اتجاه الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الإسباني تحديدا، المواسم أو الموسم لازم يكتمل للآخر، لأنه تداعيات اقتصاديا على الأندية هتكون كارثية ومدمرة. أندية يعني نكفي ان احنا نقول انه اقل نادي في الدوري الانجليزي المكافآت والايرادات اللي هتجيله من انتهاء المسابقه في معاده سواء حقوق الرعايه او عوائد البث، كل ده هيتاثر بما لا يقل عن 100 مليون جنيه استرليني للنادي الواحد. فطبعا كان لازم الاتحاد الاوروبي يواجه ضغوطات شديده من الاتحادات دي، لانه لازم المواسم تكمل، ده طبعا هيؤثر على بطوله الامم الاوروبيه. فكان الحل الوحيد انه يتم التاجيل للسنه او للصيف اللي جاي، بالذات مع المشروع اللي كان حصل مؤخرا انه بطوله القارات او كاس العالم للقارات تم الغائها، وكان هيبقى فيه استبدالها بكاس العالم اللي مجمع للانديه اللي هي كانت هتوصل ل 32 نادي. وهنا كان لا بديل انه بطوله الامم الاوروبيه بالكامل تترحل للصيف الجاي، عشان يدوا فرصه للاتحادات ان هي تقدر تكمل مسابقاتها وتقدر تكون مستعده كمان للموسم اللي جاي. كابتن أحمد، دائما كانت تقام البطولة في دولة أو دولتين، لكن البطولة الحالية أو النسخة الحالية وطبعا بشكل استثنائي طبعا احتفالا بالعيد 60 لإنشاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقرر كما ذكرت أن تقام في 12 بلدا. هل يمكن أن يسبب التأجيل في تغيير شكل البطولة أن يعاد أيضا تنظيمها في دولة أو دولتين؟ اعتقد انه ده من المستبعد، لانه ده شيء تم الاتفاق عليه مسبقا من فتره طويله من ايام رئاسه ميشيل بلاتيني الاتحاد الاوروبي، طبعا قبل وقائع الفساد وقبل التحقيقات اللي حصلت وادت بيه ان هو يتشال من منصبه. ده يعني مش وارد دراسته، وما اعتقدش انه هيتم حاجه زي كده، لانه المدن او الدول الصغيره كانت معتمده على استضافه حدث بالحجم ده، لانه يعني هيدي لها موارد اقتصاديه كويسه جدا، هيسبب لها زيادات على مستوى السمعه او ريبيتيشن بتاعت الدول او المدن دي. كمان اتجاه الاتحاد الاوروبي في الاصل مؤخرا انه مسابقه زي مسابقه الدوري الاوروبي دايما النهائيات بتاعتها هي والسوبر الاوروبي تبقى في دول مش من العاده ان هي تستضيف بطولات قاريه كبيره. احنا كنا بنشوف نهائيات في كاردف ويلز، شفنا احد النهائيات اقيم في اذربيجان، شفنا نهائيات اقيمت في اوكرانيا. مش من العادي ان دول زي دي تستضيف احداث قاريه كبيره، فما اعتقدش ان ضمن الوارد، وما اعتقدش ان الدول نفسها هتسمح انه حاجه زي كده يتم التغيير. الجدوله زي ما هي وهتقام في نفس المدن بنفس الترتيب كما هو معلن من سنين ومن قبل اجراء قرعه البطوله. كابتن أحمد، ألا يمكن أن يؤثر تأجيل البطولة إلى الموسم المقبل أو الصيف المقبل، عفوا الصيف بعد القادم، في مستوى بعض الفرق القوية؟ لاحظنا تطور في مستوى بعض الفرق في القارة الأوروبية وتواضع مستوى بعضها الآخر كالمنتخب الألماني على سبيل المثال لا الحصر. هو ده سلاح ذو حدين. في دول هتتأثر نتيجة إنه في أعمار لاعبين مهمين في منتخباتها هتتقدم في العمر، يعني مثلا لما نتكلم على منتخب زي كرواتيا، هو وصيف كأس العالم اللي فاتت، كرواتيا هيواجه مشكله انه اثنين من اهم نجوم المنتخب زي لوكا مودريتش او ماريو مانزوكيتش العمر او السن بتاعهم هيكون تقدم لدرجه هتاثر جدا على مستواهم وعلى مردودهم في بطوله الامم الاوروبيه. كمان المنتخب الالماني طبعا بيعاني مؤخرا وعانى في دوري الامم الاوروبيه، ما واجهش صعوبه كبيره ان هو يوصل لبطوله الامم الاوروبيه، ولكن المنتخب حاليا بيمر بفتره اعاده تجديد للدماء او ادخال جيل جديد للكره الالمانيه، طبعا بعد الكارثه اللي هم واجهوها في كاس العالم والخروج من الدور الاول، لاعبين كتير ما بقتش موجوده في المنتخب وما بقتش متواجده مع يوكيم لوب، وبقى في اتجاه للتجديد والاعتماد على لعيبه صغيره في السن زي ليروي ساني، يوليان براندت، كاي هافرت، تيمو فيرنر، لعيبه كتيره يعني
التأجيل ده هيديها فرصة إنه سنة كمان في الملاعب، هيديها نضج أكبر، وهيؤثر بالإيجاب طبعا على مستواه وعلى مردوده على المنتخب. كمان لعيب زي سانية أصيب وتعرض لإصابة من بداية الموسم، أكيد كانت هتؤثر على مشاركته في بطولة الأمم الأوروبية ومشاركته مع منتخب، فده طبعا هيبقى في صالح المنتخب الألماني. حالة كمان زي حالة المنتخب الإيطالي أو حالة المنتخب الهولندي، هما كمان في طور البناء، وموسم كمان تأجيل الموسم كمان يدي فرصة أكبر للمديرين الفنيين وللمنتخبات إنهم يستكشفوا لعيبة جديدة، ولعيبة جديدة تقدر تثبت نفسها وتكون على قدر المسؤولية وقدر المستوى اللي يقدروا يقدموه ويقدموا إضافة للمنتخبات في البطولة. نعم كابتن أحمد، نترك القارة العجوز ونتحول إلى القارة أمريكا الجنوبية. أيضا حذا الكونيبول، حذو الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقام بتأجيل وترحيل بطولة كوبا أمريكا 2020 المقررة في الأرجنتين وكولومبيا إلى الصيف بعد القادم. اتحاد أمريكا الجنوبية أو الكونميبول هو آخر اتحاد أخذ القرار ده، طبعا مع دراسة وضعية انه اغلب الفرق يكاد يكون نسبة تعدي 95% من اللاعبين اللي بتشارك مع منتخباتها في البطولة هم بالاساس محترفين في اوروبا، او على الاقل بيبقوا محترفين في دول خارجية زي الصين او زي امريكا، فده طبعا هيبقى مؤثر وهيبقى عامل كارثي على اقامة البطولة، فكان من الطبيعي انه ده يبقى تأجيل للسنة. طبعا ده هيبقى ليه تأثير او مردود طبعا على المردود الفني للمنتخبات وللاعبين، بالذات مع لعيبه كتيره في منتخبات كتيره زي البرازيل والارجنتين تحديدا، قد تكون دي اخر بطوله قاريه ليهم فيما يتعلق بالاتحاد او بطوله كوبا امريكا. احنا كان الحديث كله على انه ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين ما هي مش هيبقى عنده فرصه كبيره تانيه ان هو يقدر يحقق لقب او يقدم حاجه او ياخد بطوله قاريه اخيرا مع منتخب الارجنتين، لانه بحلول كاس العالم هيكون السن تقدم اكتر بيه كمان. ميسي كان الموسم ده بيمر في فترة توهج في منتصف الموسم، وكان مستواه عالي لمستوى يعني قياسي رغم المشاكل اللي واجهها في برشلونة، وكان معول عليه او عنده امال كبيرة ان هو يقدر يعوض خيبة الامل بتاعت الصيف اللي فات لما خسروا في نصف النهائي البطولة في البرازيل. جزء كبير طبعا وجزء مؤثر على تأجيل البطولة انه كان الاتحاد البرازيلي كان رافض يأجل المباريات ورافض يدخل لنقطة الحظر اللي دخلت لها الدول الأوروبية، لغاية طبعا لما تم اكتشاف بعض الحالات بين اللاعبين وبين الأندية كان القرار النهائي انه لازم البطولة تؤجل لموسم كمان ولو ده هيؤثر على المردود. كابتن أحمد، هل جاء التأجيل تأجيل كوبا أمريكا لإنقاذ البطولة من الفشل باعتبار أن استئناف البطولات المحلية في القارة الأوروبية كما ذكرت جميع اللاعبين تقريبا المنتخبات القوية كالبرازيل والأرجنتين ينشطون في الدوريات الكبرى في القارة الأوروبية، إنقاذ البطولة، هل التأجيل جاء لإنقاذ البطولة من الفشل باعتبار أن الأندية لم تكن لتسمح بلاعبيها بالسفر إلى كوبا أمريكا والمشاركة في البطولة؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا يا صديقي عبد الجبار، إنه ده جزء كبير ضغوطات الأندية الأوروبية على الاتحادات أمريكا الجنوبية وبالتحديد اتحادات البرازيل والأرجنتين اللي أغلب لاعبتهم إن لم يكن الكل بيلعب في أوروبا، انه جدولة البطولة كانت هتتم بين شهر 7 وشهر 8، وده اللي مخطط له حاليا انه ده ميعاد عودة الدوريات او استكمال الدوريات، فكانت الضغوطات دي احنا كنا ممكن نشوف ان هي تتحول لكوبا امريكا للمحليين، لعيبة كلها بتنشط جوه امريكا الجنوبية، وده طبعا هيؤثر بالسلب وهيؤدي لفشل كبير للبطولة، بالذات وهي بطولة بتيجي في الذكرى المئوية لبطولة كوبا امريكا، وطريقة اقامتها بين الارجنتين وبين كولومبيا ده كاحتفالية في الاصل، لانه دي البطولة بمناسبة مرور 100 سنة على أول بطولة لكوبا أمريكا، وده طبعا كان بيواجهه الاتحاد الكونميبول، ووصلوا للقرار النهائي إنه لا يعني لا مفر من تأجيل البطولة الموسم كمان أو للسنة كمان. كابتن أحمد، ألا يمكن أيضا أن يؤثر تأجيل كوبا أمريكا من صيف العام 2020 إلى العام 2021 في تغيير شكل البطولة؟ الآن من المقرر أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة، هل يمكن أن يتغير شكل التنظيم سواء في الأرجنتين أو في كولومبيا وأن تبقى نفس المدن التي ستستضيف المباريات هي نفسها في العام المقبل؟ ما أعتقدش إن التأثير هيبقى كبير، لأن دول زي الأرجنتين وزي كولومبيا ما بتواجهش الجائحة أو الوباء اللي إحنا فيه أو الفيروس اللي إحنا بنواجهه حاليا بشكل بانديميك أو بشكل جائحة زي اللي بتواجه أوروبا.
يعني باستثناء البرازيل، فالحالات اللي اكتشفت في امريكا الجنوبيه بشكل عام هي حالات اقل من المتوسط واقل بكثير من دول اوروبيه او من دول اوروبا بالكامل. كمان انا اعتقد انه الاتحاد الارجنتيني نفسه ممكن يستغل ده كوسيله ضغط ان هو ينظم البطوله بالكامل في الارجنتين كوسيله دعم، لانه الارجنتين بتعاني لمواسم او لسنوات طويله فاتت من غياب لقب قاري. يمكن يعني الجميع لا يتذكر اخر لقب حققته الارجنتين على عام مستوى كوبا امريكا 1993 آخر لقب للمنتخب تحديدا. الأرجنتيني. نعم تحديدا احنا بنتكلم في اكتر من 30 سنه فرق بين البطوله، او داخلين 30 سنه فرق بين اخر لقب قاري للارجنتين والبطوله اللي بتواجه حاليا. طبعا اجيال كتيره خسرت بطولات كوبا امريكا، الجيل الحالي خسر في 2007، خسر في 2005، خسر نهائيين مؤخرا قدام تشيلي، فخيبات الامل بالنسبه للارجنتين كبيره مؤخرا. قد يكون او قد يلجا الاتحاد الارجنتيني ان هو يعمل اتفاق مع اتحاد الكونميبول او مع الدوله الكولومبيه نفسها ان يكون البطوله دي تستضاف بشكل استثنائي بالكامل في الارجنتين، وربما تنظم كولومبيا ايضا بعدها بطوله كامله لوحدها. هل يمكن ان تحرز الارجنتين فيما لو استضافت البطوله لوحدها اللقب الذي طال انتظاره؟ في رأيي الشخصي مع القيادة الحالية الفنية لمنتخب الأرجنتين ومع الجيل الحالي، الأرجنتين بعيدة عن التتويج ببطولة زي بطولة كوبا أمريكا. الأمر يحتاج يعني نعم مزيد من كابتن، الدراسة ومزيد من الوقت هم لا يمتلكوه حاليا. نعم حقيقة وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من مصر الكاتب والصحفي الرياضي المتميز أحمد بهاء الدين. أشكرك زميل عبد الجبار، وفرصة سعيدة أن أنا أكون معك في البرنامج المتميز، وأحلى يعني والتحية بالكامل لأهل سوريا الكرام. تحية لك، كما أشكر من تونس أسامة ديناري المعلق والمحلل الرياضي، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.